ما بحبش كلمه تيشيرت تقيل على اللعيب او الكلام ده، لا. لكن انت من خلال معاشرتك ليه انا حاسس ان هو شخصيته مش مستحمله؟ لا 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 لا، هو شخصيته على فكره كان كابتن فريق بالظبط. لا شخصيته كمان، لا هو لعيب محترف، لعيب ملتزم جدا 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 في مواعيده وفي تمرينه وفي كل حاجه. لكن انت المشكله كابتن احمد ان انت لما بتيجي في النادي الاهلي والنادي الزمالك كل ماتش بالنسبه لك بطوله، كل ماتش لازم تتقيم، لازم تجيب 9 من 10 اقل حاجه او 8 من 10. طب وفيها ايه؟ هقول لك حاجه، يعني انت بتلعب فرقه بتوصل للجون مش احسن ممكن ما تمشيش، ممكن ما يكونش ماشي معاك في الاول. في ناس بتبدا بدايه كويسه وبعد كده مستواها بيقل، وفي العكس، في العكس في ناس بتبدا بشكل وحش وبتكمل بعد كده. شفنا فلافيو يعني ابسط مثال. لكن انا عايز اقول حاجه، انا بس عايز اقول حاجه معلش يعني على موضوع فلافيو. في حد طلع اشاعه ان فلافيو عمل معاه مداخله وطبعا الدكتور علاء صادق يعني الله يمسيه بالخير اشاع الموضوع ده وزوده، قال ان فلافيو ميدو قال له فهو رد على ميدو ولا بتاع، وانا فلافيو عمره ما عمل معاهم دخله ولا اي حاجه، ولقيت كل الناس بتاعت اللجان بتاعت الاهلي فلافيو يصعق ميدو ويرد عليه، وانا ما فيش انا قريت حاجه تصريح ليه والله فعلا. عمره ما طلع معايا وطلعش معايا، انا اللي طلع معايا قبل كده من سنه ولا حاجه جلبرتو. فاستغربت ان لا، انا استغربت ان حد كذب حاجه كذبها والناس كلها بترددها وهو نفسه بكذبها مصدقها. لا وانا شفت كمان الرد بتاع فلافيو، مش هو احسن انا لعبت معاه سنه، انا ما فلافيو ما طلعش معايا خالص هو مش هو اصلا، مش كلامه فلافيو راجل يعني انا بقى يعني طبعا فرود كبير ومحترم راجل محترم فاهم يعني يعني كويس. لا مش مش كلامه يعني. احنا كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنتكلم على الـ على الـ على الـ على على المهاجم على مين؟ على المهاجمين. المهاجمين هم مش عارفين احنا كنت بتتكلم على كنت بتتكلم ان هو شخصيته محترفه شادي حسين. شادي حسين لكن انا عايز اقول حاجه بس مهمه برضو. انت لو انت كفنيا مش موفق، مش ماشيه معاك مثلا بلغه الكوره، في حاجات تانية ممكن تعوض بيها. زي ايه؟ قول لي. اقول لك انا، ان انت تنزل تموت نفسك. يعني دي في النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بيشيل الموضوع ده يعني اول حاجه للنادي الاهلي، ان انت لازم تنزل تموت نفسك، لازم تبقى خارج التيشيرت بتاعك ده لون تاني غير اللون الاحمر. الحاجات دي بتعوض يعني، الحاجات دي بتعوض الفنيات. لكن انت بتنزل فيه لعيبه دلوقتي بتنزل يعني مثلا مش موفق، مش ماشيه معاه، تحس ان هو عادي الموضوع عادي، مش خلاص مش ماشيه، مستسلم للامر. لا في حاجات تعوض الحاجات دي يعني. انا من اللعيبه اللي كنت برضو كنت كده يعني، كنت يعني مزاجنج شويه، فكانت دي كانت عامله لي مشكله في حياتي. الناس تقول لك هاني ده، هاني بيلعب على الواقف ده، هاني مش عارف ايه، وانا ربنا خلقني كده يعني، ما حاجه غصب عني. في عندك احمد فتحي ربنا مديله ان هو عنده باور وفايتنج وبيموت نفسه وبيعمل تاكلينج يعني كل واحد وليه طباع. لكن انت في النادي الاهلي غصب عنك، مش لو مش هتقدر تنفذ اللي انا بقوله ده يبقى في مشكله كبيره جدا في النادي الاهلي عندك.